السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. معنا اليوم قصة من قصص المجتمع المغربي دائما من داخل مدينة الدار البيضاء، وهذه المرة في حالة اختفاء أحد الشابات اللي كتبلغ من العمر ديالها 28 سنة. العائلة الآن مدة ديال 3 أيام كتبحث عليها، ما خلات حتى شي بلاصة، ما خلات دور رعاية اجتماعية، ما خلات أقسام شرطة، ما خلات مستشفيات، فاضطروا أنهم يخرجوا للإعلام باش يحاولوا يشاركوا معهم خوتهم المغاربة في هذه القصة ديالهم، فتابعوا معنا. من العمر 28 سنة مدة تجيب هذه تتعاني من أمراض نفسية، يعني دارو ما خلو في الحرب ولا في السفارات الإنسانية والو، تيطالبو من الناس اللي تيشوفو هاد الفيديو يبارطاجيو على أوسع النطاق، لعل وعسى يكون خير عليه كبير باش يبقاو الدنيا ديالو، الله يرحمو الأخوة ديال الأب ديالها. السلام عليكم. شدهم جوج. السلام عليكم خويا، هاد البنت عندكم امتى اختفات اخويا؟ نهار اثنين. هضر شويه مزيان باش يسمعوك الناس. نهار اثنين. نهار اثنين. نهار اربعه. نهار اثنين مع الربعه. توجهتوا فين؟ توجهتوا مستشفيات؟ توجهتوا مجينا لامور، مجينا لكاد الليل، ما خليناش مشينا وشتا علينا وسردنا حوايجنا وما كانش باش نركبوا، طيب مليت جينا على رجلينا بحال من هنا العين الثياب، من دينا العين الثياب، والدريه ما عرفنا واش تاكل ولا ما تاكلش، وانا ديالنا ضراني في قلبي، كنطلب الله يجازيكم بخير عاونوني، إلا شفتوها الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. واش هاد الدريه واش مريضة عقليا شوية؟ مريضة مرض نفساني مسكين، بقى بنت كتشرب الدواء كتشرب الدواء؟ شحال من العمر ديالها؟ عندها 28. واش عمرها اختفات شحال؟ لا اول خطره يعني ما ديرش اعلان، انتم شي حراسه عارفين تزيدوا ولا هذاك، يعني نورمال تمشي ديما تزيد بلاصه ما تمشيش، ما تتلبش تمشي تدورها في البوسبير الباب جديد وكا طار العلوي، كلشي تعرفها كلشي المدينه تيقلبوا على هاد السيده، كلشي تيحبوها. ما جاتكم حتى شي خبر في شي بلاصه ولا؟ لا والو، كلشي قالوا لينا راه مشات للطريق لتزيان في المحطه، السيده كتكون ساكنه حدانا في الدرب، جايه من السفر لقاتها في المحطه، قالت لها يلاه هي معايا، ما بغاتش تمشي، خافت منها ما بغاتش تمشي، قالت لها كاين فلوس باش تركبي في الطوبيس، دارت لها هكا. المرا جات ما عندها ما دير لها، ما جات عندك المرا قالت لها؟ جات عندي المرا قالت لها، مشينا ديك الساعه مشينا اتجهنا لهذا المحطه ولاد زيان، قلبنا الكيران، قلبنا القهاوي، قلبنا بتنا باللي حنا تنقلبوا والو. سولتو ما كنتش بعتك شي ناس؟ وراونا واحد البوست ديال البوليس كاين فوق في المحطه، مشينا داخل المحطه، داخل المحطه مشينا، قالوا سولناهم قلنا لهم واحد الدريه قصدوها نعتها، قال لي غتمشي تصوري تصويرتها في السبير وغتجيبيها ليا تصويره وديري السميه والكنيه، ديري السميه والكنيه وديري نمره التليفون، عطيتهم التصاور، خرجنا ثاني البوست خارج سميتها المحطه، عاوتاني عطيناهم التصاور وعطيناهم نمرة التليفون، ولا رد، ما ردوش عليا لا بإيه ولا بما. ودابا اليوم مشيت لطيط منين، ديك الشتا كلها دازت عليا أنا وباها، ومني خرجنا من طيط منين ما لقيناهاش. إمتى مشيتوا للدار العاية الاجتماعية طيط منين؟ إمتى مشيتوا؟ مشينا الصباح مع العشرة. 10 الصباح. 10 الصباح. شوف هاد الشتا اللي كانت الصباح. هاد الشتا كلها دازت علينا. الطاكسيات ما كاينش باش ما كاين لا طاكسيات لا باش تجي لا والو، بحال العربية. مشينا ضربنا واحد المسافة كبيرة على رجلينا، حتى خرجنا للشانطي. لقينا ثاني تنقعدو نقعدو، عاد بان لينا واحد الطوبيس جينا فيه للتشارك، حطنا حدا التشارك، عاد ضربنا واحد الجبده، عاد شدينا الطوبيس وجينا كنقطرو كنترعدو، كنطلب من الله ومن خوتي المسلمين، إلا بانت ليهم هاد الدريه
الله يجازيهم بخير. علموا على فكرة النمرة على الشاشة، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يستركم، راه مريضة مرض نفساني. درتوا شي بلاغ؟ درتوا شي بلاغ؟ درنا بلاغ في الكوميسارية. قالوا لينا حطوا هاد التصويرة ديالها، والحالة المدنية صوريها على ثلاثة صورتها، وقال لي سيري ما إلا بانت راه غنعطوا عليك. واش ما تكونش عند شي شي وحدين في العائلة ديالكم؟ تعرف حتى شي واحد وما تعرفش والو، وما عمرها فاتت هنا المدينة، عمر المدينة ما فاتتها. كدور وكترجع حدايا وما كتفرقش عليا انا، ما عندها لا صديقات لا والو، ما عندهاش هي، ما هي بعدا مرفوعة، ما هي تحدى، هي حكاية كتبان، هي تتحدى امها. قرا الصورة ديالها للمشاهدين كما تتابعوا جريدة متابعي جريدة صوت العدالة ومغارب نيوز اللي ناقلين هذا الخبر. هذه الصورة ديال الفتاة اللي مختفية، وكما تلاحظوا التليفون ديالها راه في العنوان على الشاشه، والديها راه تشوفوا الحاله ديالهم، وتيطالبوا كاع المواطنين ولا اللي يعرف عليها الدريه شي حاجه يتصل بالرقم اللي على الشاشه. سميتها هي فاطمه الزهراء، سميتها فاطمه الزهراء كما تلاحظوا كما تلاحظوا في الصوره. الله يخليكم اللي بارطاجيو هذا هذا المباشر على اوسع نطاق لعله وعسى يكون لنا في الخير. هذه اللبسه باش خرجت لي لابسه يعني كما تشوفوا بهذه اللبسه يعني تزي هو هذاك الفولار وجلابه زرقاء يعني جلابه كري باش ما تنطالبوا متابعي جريده صوت العدل والمغارب نيوز باش يبارطاجيو هذا المباشر لعله وعسى يكون الخير على يديهم باش الدريه ترجع على الوالدين. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يستركم، بارطاجيو هاد الاوديو، الله يستر عليكم، الله يخلي لكم الصحه، راه اختكم وبنتكم وفيها امكم فيها كل شيء، الله يسهل عليكم. لا يضر لكم شي انسان من عائلتكم ولا من فاميلتكم ولا من ولادكم، لا يضر شي مسلم. كنشوفك بحال شاد داك البكيه الاب، كنشوفو بحال شاد داك البكيه، راه كنسوعه بزز يعني حاس بالالم جيت الابنه ديالك. الحوايج عفرناهم بالمعنى هو لا هي كاع الحوايج كلهم خيبوا. كبدا خويا الكبدا تبغى حتى شي واحد ما كينعسوش كامل وما غاديش تيقلبوا. وكان تعب عقلها بعدا، وكان تعب عقلها ولا عندها العقل ما نعرفوا راه غدور وغتجي، ولكن هذه مرفوع على القلم، عندها مرض نفساني، واخا يديها اي واحد يجرها بلا دواء. ما عندهاش دابا راه الدواء شربت ولا الاثنين راه ما بقاتش شربات هاد الدواء. وانا تنطلب من الله ومنكم اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، الا ما بارطاجيو هاد الفيديو هاد الاوديو الله يسترعك، الله يستر عليكم. راني تلفت وعييت ما ست ما ندير، ما عييت ما عندي، ما بقى عندي ما ندير. الله يرحم ليكم الوالدين ويستر عليكم، الله يجازيكم بخير. عريح عريح صافي، الله يجعل ربي يجازيكم بخير. الا ما ديروا هذا الخير، الا درتوا هذا الخير فهاد الدريه ربي غيديروا لكم في دريكسكم. الله يكبر بيكم، الله يستركم دنيا واخره. الله يكبر بيكم. راني جريت وعييت، ما خليت سبيطارات، ما خليت ولايات، ما خليت كوميساريات، ما خليت بوسطات، جميع فيما دروبة زناقي ما خليت فين مشيت. فيما قالوا لكم كاينه كتمشي تقلبوا، فيما تيقولوا لي راه كاينه. واحد المره دابا قالت لي مع 11 كاينه، جيت فيردان مشيت انا واختها وباها كانت جاره وما لقيناهاش، ما كايناش. يعني انت ما سمعتش جريده صوت العداله، يعني الام ديالها قالت لك ما شربتش الدواء من نهار اثنين، خايفه تكون عرضه للذئاب البشريه. تكرفصوا عليها، خايفين يتكرفصوا عليها، مسكينه ما عارفه والو، لا ما وكلتيها ما تاكل، لا ما شربتيها ما تشرب، لا ما بدلتيها ما تبدل، ولا ما غسلت لها ما تبدل. وانا راه ما كنعس لا ليل لا نهار، لا انا لا با، كنباتوا فايقين ونضلوا فايقين. كنقولوا دابا شي واحد يلقاها ويجي بالي. كنديروا لها ليكوش 4 دراهم، لما كانت جادت تستعمل، انا كندير لها ليكوش، انا كندير لها ليكوش، انا با كندير لها ليكوش، لما كانت ويغسل لها، انا ما كانش هي تنغمد عينو وتندير لها ليكوش والله وتنجيب لها ليكوش. دابا ملاش كتعاني هي؟ دابا قلتي لي كوش ملاش كتعاني هي؟ هي دابا ملي كتشرب الدواء ما كتقدرش تنوض للطواليت. يعني التبول لا ارادي كيولي عندها، التبول لا ارادي.
حنا الله وصافي معنا الله سبحانه وتعالى. اذا شنو كتطلب من المغاربه دابا اخوتك المغاربه وشنو كتطلب من المسؤولين؟ زعما مريضه غنفرطوا بنتنا راه احسن من وحده بعقلها. لا ما بغينا والو بغينا بنتنا. دابا انتوما كتناشدوا المغاربه كتناشدوا المسؤولين باش يبحثوا معاكم على فاطمه الزهراء ياك؟ واعطيني المغاربه راه كيتسنتوا لك دابا على منابر مغارب نيوز وصوت العداله، اعطي النداء ديالك وناس المغاربه باش يقلبوا معاك ان شاء الله. الله يجازيكم بخير والله يعطيكم الصحه. الله يكبر بكم اللي شاف الله يكبر به ولي سلطان الله يخلي لي وليداته ويخلي لي ولي ضروا بشي شي حد عزيز عليه الله يجعل صدر ربي هو يصوم. بحالكم حنا وكاك حنا راه دراتكم انتوما دراتنا حنا. الله يحفظكم بخير. مرحبا. الله يحفظكم. مرحبا بكم يا ربي. مرحبا أراضي باش نكمل هذا. مرحبا. مع الله. إذا كيف ما سمعتوا معنا مشاهدين مغرب نيوز وكذلك صوت العدالة اللي نقلوا هذا المباشر هذا، فاللي كنتمناو من خوتنا المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن وخصوصا على مستوى مدينة الدار البيضاء والنواحي، فكنتمناو أنه اللي شاف هاد روبورتاج ديال هاد العائله هادي اللي كتبحث على فاطمه الزهراء، نعاود نذكر بانه العمر ديالها 28 سنه، هي كتناول الادويه ديال يعني امراض نفسيه. العائله الان كتقول بانه الا ما تناولتش هذوك الادويه فكتولي حالتها خطيره وربما تصبح كذلك عرضه كما قلنا للذئاب البشريه. فكناشدوا جميع المغاربه انهم يبارطاجيو ويشاركوا هاد اللايف هذا على اوسع نطاق باش لقاو فاطمه الزهراء كما تلقاو حالات اخرى. فكنتمناو ان شاء الله وحنا عندنا اليقين في المغاربه بانهم غيديروا جميع الجهود ديالهم باش تلقى فاطمه الزهراء. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء ان شاء الله بعائله عبد الحق والام ديالها كذلك، ونجيو ان شاء الله نلقاو فاطمه الزهراء كاينه هنا نعاودوا نسجدوا معها ان شاء الله وتكون الفرحه داخل هذه العائله هذه. اذا الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، هذا محدثكم واخوكم مصطفى القرناوي مراسل مغرب نيوز يحييكم والى اللقاء.